سيدتي سادتي وسعتم اوقاتا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد ومبشر على ميت غاديو. كنرافقكم كالعاده من 12 حتى الوحده، دائما مواضيع كتهم السيدات والساده، فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شهية طيبه لكل من هو على مائده الغداء، طريق السلامه لكل من هو على الطريق، ويوم سعيد كنتمنوا لكل الطلبه والتلاميذ. داز صباح الامتحان، دابا نمشيو نتغداو ونرتاحوا شويه، نوجدوا الغداء ومدبره حكيم ان شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. كان نرحب اليوم بلالة خديجة الحجوجي، مصممة أزياء اللي حضرة معنا اليوم وكتشرفنا ككل يوم أربعاء. كان دار تشوف شي حاجة اللي كتهم طبيعة الحال، بطبيعة الحال الصناعة التقليدية ديالنا، وكتهم الخياطة التقليدية ديالنا، وأيضا كتكون فرصة باش طرحوا أسئلتكم على المختصة لالة خديجة الحجوجي. مرحبا بك لالة خديجة. مرحبا سكينة، مرحبا بالمستمعين الكرام، وكل عام هما بخير، والله يجعل هذا الشهر مبارك مسعود علينا وعلى الأمة الإسلامية. أمين يا رب، وعليك كذلك. كنتمنوا لك بشر مباركة مسعودة، ومشكورة دائما على تواصلك معنا، مشرفنا ومنورنا لهلا خديك. إذا اليوم غتكون فرصة باش نجاوبوا على أسئلة المستمعات أو فينا، غتكون فرصة أيضا باش ناخذوا معنا مجموعة من الاقتراحات ديال المستمعات اللي كنتوصلوا بها عبر صفحة الفيسبوك المخصصة للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي. غتكون فرصة باش نتكلموا اليوم على لالة خديجة الحجوجي على البيغلاج، شي حاجة اللي دارجة على الموضة هذه أزيد من 3 سنوات، وين كنلاحظوا بلي كاين التركيز على اللبسة وعلى الحتة التقليدية، من حيث أنه كيتم ترصيعها بأحجار كريمة وأيضا بأحجار من الكريستال إلى غير ذلك. ربما مابقاش التركيز على الذهب وعلى الأكسسوارات بقدر ما ولا التركيز على اللبسة كيفاش كتكون. فإحنا اليوم غندير تشوف هذا الموضوع مع مصممة الأزياء لالة خديجة الحجوجي. فقر الديكور اليوم غنتكلموا على بعض الأشياء اللي كنساوها في الحمام ما كنعطيوهاش اهتمام، الوقيته اللي ممكن أنها تكون أكسسوار مكمل ومهم وضروري. إذا خصنا نردوا البهال بطبيعة الحال، وكل حاجة عندنا في الحمام نحطوها في بلاصتها باش يمكن نعتنيو بهذا الفضاء اللي هو عنده خصوصيته بطبيعة الحال، ويمكن نعتبروه فضاء الراحة لينا جميع. أكيد أوفيانا الكرام، أنا مواصلين معكم دائما على ماد غاديو. ما تنساوش بلي غنستقبلوا أيضا مكالماتكم، عندكم أسئلة واقتراحات يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الأرقام الهاتفية في الجزء الأول من البرنامج. لكن قبل ما نبداو معنا قبل ما نبداو معكم أوفيانا أوفيانا الكرام، فقرتنا غنبقاو مع دي اختيار لليلى البراق وخا عليك، مع تحياتي لصابر فوندا اللي كيرافقنا اليوم في الإخراج، وخا عليك صابر، ولولا استقبال مكالماتكم. نرحب بكم وكنشكركم مجددا على وفائكم، احنا مستمرين مع بعضنا. وبطبيعة الحال غنمشيو الأولى فقرتنا، ودائما حاضرة معنا لالة خديجة الحجوجي مصممة أزياء اللي كتشرفنا بالحضور كل يوم أربعاء، كنتقاسموا معها مجموعة من المعلومات، مشكورة على ذلك. وقبل بطبيعة الحال ما نستقبلوا مكالماتكم وأيضا تعرفوا على مجموعة من المعلومات، نمشيو نجاوبوا على بعض أسئلة المستمعات الكلمات اللي توصلنا بها. كاين السؤال ديال لالة حنان الدار البيضاء، هذا سؤال ليك لالة خديجة، كتقول باللي عندها ثوب تافتة بوغدو داكوغ، وبغات ديروا جليلبه في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان ان شاء الله باذن الله، الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى الجميع في الصحه والسلامه يا رب. وبغات تعرف واش تصلح هذا الثوب انها تخيطوا جليلبه في هذه الفتره ولا لا؟ معلوم طافطه ثوب زوين من الاثواب اللي كيلبسوها الناس، ولا بغات تخيطوا في رمضان مزيان، انا كنفضل تخيطوا بثوب براندا اولا تصوبوا بشي حويجه رقيقه باش تمتع بها. انا كعارفه الافكار ديالي دائما اللون في اللون. لا لا غادي جالي طونسيون بطبيعة الحال كيجي راقي وما كيملوش الإنسان، هذا هو الأساس. يعني مثلا ديروا بالبرشمان مع ديروا بالبرشمان، إذا عندها الراندا يمكن دير طرز الحساب وي لا بغات اولا البرشمان اولا البرشمان، يعني باش ما كان داكشي خفيف باش ما كيجي زويون، غادي يكون غيطلع طافطه ثوب من الاثواب الراقيه. ماشي مشكل في الصاد زعما؟ لا لا بالعكس، لا طافطه مزيانه. إذا نكون جاوبنا على السؤال كان لحنا من الدار البيضاء. عندنا سؤال آخر كتقول كيفاش نقدر نزول الريحة ديال الثياب من الدار وسدان طبيعة الحال؟ هذه مسألة اللي كنا شرنا لها بزاف ديال المرات. أنا غنعطيك جوج الاقتراحات اللي كانوا سبقوا المستمعات اقترحوها. أول حاجة هي ذاك يعني السائل لإبادة الحشرات اللي كنديروا في البريز، اللي كناخذوه وكنديروا في البريز باش يهرب الحشرات، فاش كيسالي ما كنسيبوش هذيك القريعة ديالو، تنغسلوها مزيان كنشفوها وتنديروا فيها الزيت عطري اللي كنبغيو، خزامة القرنفل اللي بغينا، وسنديروها في البريز وقسم ما بغينا كنشعلوه، فهو تيعطر الدار كلها وتيخلي ريحه زوينه. ايضا بالنسبه للسيدات اللي عندهم هذا المشكل كتبقى ريحه الثياب في الدار وكتزعجهم، تنقدروا في الوقيته اللي حنا كنطيبوا كندير واحد الكاسرول فيها الماء وكنضيفوا عليها قطره ديال الفاني وتنخليوها كتغلى على نار مهيله، فهكذا كتسم كاع ديك الروائح اللي كتكون في الدار ديال الطياب. كاين الاقتراح الثالث اللي غادي نعطيه لالحنان، هو انك كتاخذي القشور ديال الحمض والليمون ما كتسيبيهمش،
وقت ما كنقشروا الحمض الليمون كتخليهم كديرهم في الفريكو. من بعد كتبداي تاخذ شويه بشويه كتوضعيهم في واحد الكاسرول كيتغلاو مع الماء، كتاخذ هذاك الماء وكتنظفي به، فهو كيخلي الريحه ديال الليمون وفي نفس الوقت كيكون معقم. عجبتك خديجه؟ افكار مهمه. انا مازال ما جربتش هذه القضيه ديال الليمون والحمد لله، كنغمشي نجربها لانه فعلا كتخلي الريحه زوينه. انا غنجربها. مرحبا. نمشيو ناخذوا معنا بعض الاقتراحات المستمعات الكريمات قبل ما ناخذوا معنا متوجه الشهر لاله ريم اللي غتعطينا مجموعه من الاقتراحات مشكوره على ذلك بطبيعه الحال. معنا اول اقتراح ديال صفاء المصري، كتقولي اذا كان عندنا الدواء ديال السياره مدببين فاحسن حاجه باش نمسحوهم سناخذ واحد زويف نقي كنديرو معاه معجون الاسنان، وهذه الطريقه كنمسحو الدو ديال السياره فهو تعطي نتيجه مزيانه وكيبقى نقي. ايضا كتقولنا اللي كانوا عندنا اللواني ديال الالومنيوم وما تيخرجوش، احسن حاجه باش نخرجوهم تنلمعوهم، باش نلمعوهم ويخرجوا مزيانين كنحكوهم بالحمض والملحه، يعني كنشدو الحامض تنغطسو في الملحه وتنحكو به الالومنيوم فهو تيخرجو كيلمع وكيبرق. اقتراح اخر عند ابتسام نافع، كتقول بغينا نضفو الثلاجه تنخرجوا كاع الماكله اللي فيها، يعني كاع المكونات اللي كاينين في الثلاجه في الداخل ديالها، كنمزجوا واحد زوج المعالق ديال بيكربونات الصودا مع ربع كاس ديال الماء الدافي. اذا كنمزجوا جوج معالق ديال بيكربونات الصودا مع ربع كاس من الماء الدافي. الا ما توفرتش عندك بيكربونات الصودا يمكن لك تعود يا سيداتي بالخل الابيض مع شويه ديال الماء، كنمسحوا به الثلاجه مزيان من الداخل بواحد الثوب يكون نظيف، منها كنعقموا الثلاجه ديالنا في نفس الوقت كنظفوها وكتبقى يعني مزيانه، ما كيبقاش ديك اختلاط الروائح في الثلاجه. تبارك الله عليك. اقتراح اخر، كتقول لي الا بغينا نزولوا شي خاتم بقى حاصلنا في الاسبوع ديالنا ما بغاش يزول. بزاف ديال السيدات كيديروا في بعض الاحيان الصابون ما تيخليهو ما تيديروا ما تيزولش، احسن طريقه تناخذوا شويه ديال الفازلين وتندوزوه مزيان على البصل الخاتم، كنحاولوا ندخلوا ديك الفازلين تحت الخاتم وحنا كندلكوا في صبعنا وكنعاودوا نحيدوه، فبهذه الطريقه كيزول بسهوله وما كيبقاش يعني حاصل. ايضا الا كنتي من السيدات اللي كيبغيو شويه الاشغال البيتوتيه الرجاليه ورشقات لك شي نار وبغيتي تصبغي الدار ولا بغيتي تصبغي شي بيت ولا شي حاجه، فلا بغيتي تصبغي اول حاجه كيخصك تردي لها الباب او لا تردي لها البال عفوا، هي دوك الاطارات ديال الشراجم يعني لي بوانيي ديال الباب، بطبيعه الحال دوك القنيسات ديال الباب ما خصهمش يتقاسوا بالصباغه. اشنو هي احسن طريقه باش تعزلها الا ما كانش عندك سكوتش اللي كيستعملوا الصباغه؟ احسن طريقه هي الفازلين، كتاخديها كدهني بها هاد الاماكن ما كتوصلهاش نهائيا الصباغه. كتشوف لاله خديجه كتحرك راسها واقيلا غتبغي شي بيت هاد الويكاند. وهادي طريقه باش تعرفي شنو ديري. كاين اقتراح اخر من لاله بوتينه، كتقول السلام عليكم، كنتمنى ان الفكره تعجبكم، كيف ما كنعرفوا باللي المهراز ثقيل مع المده خصوصا الا كان ديال النحاس شويه كيكحل، هي الطريقه اللي كتستاهلنا ما فيها لا جيكس ولا صابون بلدي ولا حتى شي حاجه، هي كتقول كتاخذي نص حامضه مع شويه ديال التراب، اذا نص حامضه مع شويه ديال التراب كتبدي تحكي المهراز بها والحامض وداك التراب كيرجع له اللمعان ديالو، من بعد كتغسليه عادي وكيرجع نقي كانك يلاه شريتيه. اقتراح اخر ايضا، كتقول لا ما بغيناش الحليب يلصق لينا في الكاسرول، فملي بغيو نفيدوه تنزيدوا معاه معلقه ديال الماء، هذيك معلقه ديال الماء كتعزل الحليب على الكاسرول، وهذه بزاف ديال السيدات كيعانيو منها، الا فيدوا الحليب في الكاسرول ديالهم كيلصق داك التفل كما تنقولوا ولا ديك الفراره ديال، اذا ما عليه الا تزيد معلقه ديال الماء وما غاديش يلصق داك الشيء الكاسرول تبقى مزيان. وعلى ذكر هذه السيده اللي قالت لنا على المهراز اللي الا بغات تحكو كدير الرمله والحامض، فبغيت نشير ان المكونات ديال الكريستال كلها مكونه من الرمله. هو دابا مشيتي لنا ديريكتومون على الخديجه البيغلاج. هذا موضوعنا ولكن هي شارط قبل ما ندخلوا في الموضوع، الرمله من المكونات ديال الكريستال. نعم، وبزاف ديال الناس راه ما كيعرفوش بلي الرمله راه من مكونات كريستال ومزاج ايضا. اكيد انا غتكون فرصه باش ندردشوا معك اكثر على الخديجه اليوم، بطبيعه الحال غنستقبلوا متوجه الشهر لكن مباشره بعد الفاصل الاعلاني. رجعنا لكم عفيانا الكرام واستمعكم دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو، كنشكركم على وفائكم المستمر وكنرحب بكل من ضمن لحظه في الاستماع، حنا دائما مواصلين معكم حتى الوحده وحاضره معنا لاله خديجه الحجوجي مصممه ازياء اللي كتشرفنا بالحضور كل يوم اربعاء، كنتقاسم معها مجموعه من المعلومات دائما خلال برنامجكم سيداتي السادتي. والحظه غنمشيو ناخذوا معنا متوجه الشهر، ولكن قبل ما ناخذوا معنا لاله ريم غادي ناخذوا جوج اقتراحات من لاله خديجه، قلت لهم ليا في الاوف قول لهم دابا.
زوينين عجبوني اللي هما جوج اقتراحات الاولى ديال بيكربونات الصودا الكالكير والثانيه ديال خميره الحلوه. بالنسبه للبيكربونات دو صود في لاشاس كل 15 يوم كنهضروا لاشاس وكندير واحد الكاس ديال بيكربونات دو صود ما كيتكونش لينا الكالكير. هذا اقتراح الاول. الاقتراح الثاني ان مثلا البراد ملي كنبقاو نطيبوا فيه كيكحل وملي كيكحل سكيف فيه بعض المرات الناس يا اما كيرميو يا اما كيبغيو يحكوا بالجيكس من الداخل يا اما فانا فكره خديتها غير من عند الناس كنديروا شويه ديال خميره الحلوه تنحطوه فوق البوطه كيبقى شويه كيطبخ حتى كيخرج داك الوسخ كامل صافي وكنغسلوه ما كيبقاش كحل. طلعتك الصحه انت ولتي معنا في الصفحه. هذا تحتنا لاله خديجه لي زاستوس ديالها حتى هي طبيعه الحال ونتقاسموا مع بعضنا مجموعه من المعلومات. نمشيو ناخذوا معنا متوجه الشهر لاله ريم. مرحبا بك لاله ريم. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكه. مبروكه اختي سكينه. الله يطول عمرك لاله. بارك الله فيك لاله اختك. مشكوره. الله يطول عمرك لاله ريم. مرحبا تفضلي لاله. بسم الله لا المره الاولى ياك. اييه ما كاين باس. النصيحه اختي سكينه النصيحه بالنسبه للجنجلان. اييه مادام فهاد الشهر المبارك كلشي البيوت المغربيه اليامات كيكون اقبال على الزنجلان والنافع انا تنظيف الزنجلان هذا هو المشكل ديالو هو التنظيف. هو تحمر الدقيق والزنجلان هادو هما المشاكل اللي تحمر الدقيق والزنجلان هادو هما المشاكل اللي كيبانوا في هاد الفتره. انا دابا واحد النصيحه سهله بالنسبه للتنقيه ديال الزنجلان والنصيحه الكرمه. اييه نحييها نقول الله يخليك لينا. امين يا رب يحفظها لكم. غادي تخلطي الزنجلان وغادي ديري في واحد البانيو وديري في البانيو الاحسن. لاله ريم ما كنسمعكش مزيان. قلتي غادي تاخذ الزنجلان غاديروه في واحد البانيو. اييه غادي نكبوا عليه الماء وغنبقاو نحركوا غير بشويه. ديك الساعه هذا كيحجر وداك الزبل اللي فيه كاع كيهبط لتحت. اييه ومن بعد كناخذ واحد الغربال كيكون رقيق باش ما يدز لينا فيه الزنجلان كنبقاو نكبوا بشويه. فهمتي. وداك الحجر وداك الشيء كيتستقع لتحت. الحمد لله العمليه جوج مرات ثلاثه راه الزنجلان ديالنا ما يبقى فيه حتى حاجه. الله يعطيك الصحه. طريقه سهله وزوينه. طريقه سهله سهله المأمورية. المبتدئات هذه راه سهله. الزنجلان راه صعيب وكلنا اختي مبتدئات. الزنجلان هذا واحد عيانه في البحر هذا بدو حيحضر ضروري. خاصك عينيك وعيني ماماك حداك وعيني الجيران حداك. اييه الطريقه لا سهله والله الطريقه ما تبقيش عاودي تنقي صح. مرحبا تبارك الله عليك لاله ريم. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. بالنسبه للنصيحه الثانيه دخل انا تاعي في رمضان احنا كنستعدوا له ان شاء الله يا رب. اييه بالنسبه للصوف. كنصيدوا الصوف وكنديروا له الزبده كلشي. اييه ديك الطريقه كيعطي واحد المذاق الا بقى واحد المده كيعطي واحد المذاق كيغمل. اييه كيغمل. عندي واحد النصيحه بلي انا كتخلطي المواد الجافه كلها. وملي تبغي كتاخذي غير واحد الكميه اللي غتستعملي مثلا في الاسبوع. اييه هي اللي كتزيد الزبده والعسل على حسب كل واحد باش كيخلطو. وبهذه الطريقه كتحافظي على الصوف طول الشهر كيبقى جديد وفي نفس الوقت كتاكلي بالنسبه لهذاك الشيء. يعني كتكوني جمعتي غير تقيوتات كاملين وما كتخلطيش حتى كتخلي غير اييه كتخلطي غير ديك الكميه اللي غادي تاكلي. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ملي كتسالي الكميه كتهزي ثاني عقب هذاك كتهزي عليه في شي طار ويكون مزيان. ومن بعد الكميه اللي بغيتي وقت مثلا عليك هذاك اللي خلطتي كتزيدي الكميه اخرى اللي بغيتي. الله يعطيك الصحه. كتحافظي عليه ديما تزيد ونبقى ديالو كتكون زينه. تبارك الله عليك لاله ريم مشكوره. الله يعطيك الصحه اقتراحات رائعه جدا. اكيد انا نواكبوا معك مجموعه من الاقتراحات. الله يعطيك الصحه تبارك الله لاله ريم. مرحبا يا لاله مشرفانا منورانا لاله اختك. تبارك الله عليك لاله ريم. وان شاء الله الاربعاء المقبل يكون موعدنا بطبيعه الحال. مشكوره على تواصلك معنا لاله اختك. صباحك مبروك. مشكوره الله يطول لي عمرك. واكيد ان مواسمكم اوفياء الكرام على ميد غاديو. غادي نمشيو لحدا نستقبلوا مكالماتكم على 05 22 46 52 51 52 او لا 05 22 43 0009. يمكن لكم ايضا تبعثوا لنا برسائل نصيه غتكتبوا ماد ام او دي خليو فراغ وبعثوا بالرساله ديالكم.
ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 درهم احتساب الرسوم. غنمشيو ناخذ معنا اول مكالمه ودائما حاضره معنا خديجه الحجوجي مصممه ازياء. عندكم اسئله في هذا الباب طبيعه الحال غتجاوبنا عليها اليوم لاله خديجه. نمشي ناخذ معايا ام طارق من بن سليمان باش تخرج معاش علاش من بن سليمان. مرحبا بك ام طارق. السلام عليكم. الحمد لله الله يطول عمرك لاله. واش مبروكه علينا وعليك باش ما تمنيتي يا رب. كنشكركم على هذا البرنامج استفدنا منكم بزاف. لا لا يخطيك الله يطول عمرك بارك الله فيك. عندك ثاني سؤال الله يخليك إذا كانت عندك القطنية كثيرة مبغيتيهاش تخسر ليك عندها شي أخت عندها شي نصيحة شنو ندير لها باش ما تسوش يعني دابا الصيف الناس كتجمع القطنية ما بغيتهاش تسوز زعما شنو ندير لها؟ واخا لا خديجة دابا أنا اللي ما عرفتكش عرفتي عليا باش نهضر لك على وأنت اللي كتبدي راسك هادشي أنا ما قلت والو دابا قلتي عندك شي حاجة السيدة ولكن بلاتي واحد القضية بلاتي باش نتفاهم خديجة. دابا لاله خديجه قبل ما تكون مصممه ازياء راه سيده بيت بامتياز هذه ما فيهاش منازع هادشي علاش غيكون عندك هاد لي زاستوس. لا الله يعطيك الصحه ام طارق ان شاء الله نعطيك اقتراح ونسمع الاقتراح ديال لاله خديجه. مرحبا. هاد القطنيه اللي ما بغيناهاش تخسر كناخذوها كنديروها فواحد القرعه دجاج اولا بلاستيك كيف ما كان وكنخلطوا معها الملح كتبقى معها الملح ما كتخسرش نهائيا تبقى مده طويله وما كتخسرش الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بلا ما نغسلها ما تغسليها ما والو تاخديها وديريها في واحد القرعه وديري معها الملح الوقت اللي تبغي تستعمليها غتاخدي داك القياس غتنقيه وغتخدمي به في نفس الوقت يعني ديك الملحه بحال كتكونسيرفي هذاك كتحافظ عليها. الله يعطيك الصحه وتبارك الله. لاله خديجه جيناج شكرا تبارك الله عليك لاله ام طارق الله يطول عمرك. نمشيو ناخذ مرحبا بلاله مرحبا الله يطول عمرك. نمشيو ناخذ معنا اتصال اخر معنا خديجه من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله خديجه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك. عفاك بغيت نسول لاله خديجه. مرحبا. عندي واحد التوب ديال حرير الدوده هو مزيون وفي ليزان بريمي وداك الشيء بغيت نسولها واش باقي على مود ولا لا ولا كان باقي على مود اش من خياطه ندير له؟ شنو بغيتي ديري قفطان جليلبه؟ لا بغيت ندير تكشيطه البيسا يعني هو فيه دو بيس لوينات فيه ليزان بريمي بالكرونة بالخضر والقفطان ديالو الساتان بالكرونة فيه سقلي فيه شي طبيعات بسقلي فيه شي طبيعات بسقلي؟ فيه نعم واخا تفضلي لاله خديجه. حرير الدودة دائما ما كيبلاش دائما كيبقى على الموضة ولا بغيتي تستعملي وبغيتي ديري منه تكشيطة فهذا ما كيمنعش ولكن أنا غير نعطيك واحد النصيحة تخيطيه بالصفيفة. حرير الدودة بغيتي تسرعيه ويجي مزيان كيجي بالصفيفة يعني صفيفة وديرها بالسقلي اللون ديال السقلي اللي كاين في الثوب هو اللي غادي تستعمل في الصفيفة ديالو والقياط باللوينات اللي كاينين فيه واحد جوج لوينات وغادي تجي لبسة رائعة يعني ما تكثرش بزاف وما تشارجيش بزاف لا ما كاين لا بيغلاج لا شي حاجة صفيفة رقيقة نازلة هكذا سامبل غتجي زوينة خاص لك ان امبريمي فيه وريدات فما غاديش يبان لها اي خدمه دارتها ما غتبانش مزيان فانا كنقول تخيطوا بالصفيفه وغادي تجي لبسه رائعه وغتبقى تلبسها دائما. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لاله خديجه. واكيد انه حرير الدوده كيف ما تنقولوا ما كيبلاش كيبقى الثوب عنده عرقته عنده حضور الحرير دائما حرير. نعم وتحياتنا لك لاله خديجه. نمشيو ناخذ معنا اتصال اخر معنا لاله زهره من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله زهره. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله لاله الله يطول عمرك بارك الله فيك. بارك الله عليك وعلى خميرتك البلديه اللي عطيتيني. لا لا خطي اصدقات لاباس مزيان الحمد لله الصحه الله يعطي الصحه اللي عطاها عليك. الله يطول عمرك لاله يخطيك بارك الله فيك. الله يعطيك الصحه اللي عطاها اليوم عندي واحد بس تعرف واخا كناخذوا دي زاسوس كيبقى عندنا ذاك الهوس واش غادي توصلي النتيجه ولا لا وغتكون هي هذيك ولا لا لا واش صدقات لا مزيان ولا لا زهره مرحبا بالصحه والراحه بكل فرح. الله يطول عمرك. عندي واحد السؤال ليك وسؤال مرحبا مرحبا بغيت نعرف واحد النهار ديجا هضرتي على الصابون البلدي قلتي كيفاش نستعملوه كصابون للدار اييه الاواني وداك الشيء ولكن الطريقه تودرت ليا ولا ما عرفتش فينا هي بغيتك تعاوديها ليا الله يعطيك واخا لاله. وغير واحد النهار اثنين هضرتي على اتاي قلتي نمسحوا به الخشب باش ما يقدرش يجمع لينا الناموس. لا لانه اتاي ما كتكونيش محليه كتاخذي غير اتاي كديريه في الماء
ياك الماء كيكون مغلي كديري فيه اتاي كتخلي يطلق حتى كيبرد الماء وكتصفي داك الماء وكتمسحي به الخشب فما كي ما غادي يجي مع لا ناموس لا والو لانه مشكل فيه حتى ملي تيكون محلي هو اللي كيجر لك لي زانسيكت حيت انا الخشب كنستعمل ليه الزيت والخل وبحال مني كيقدم كيدي يتلصق هذاك الخشب حطيت على يدك كيبدا يتلصق هذه الطريقه ديال اتاي غتكون احسن ولا بغيتي تلمعي الخشب دائما يمكن لك تلمعيه بشي كريم الا كان عندك قديمه مابقيتيش كتستعمليه كتقدري تلمعيه به ولا بالفازلين ولكن مره في شهر مره في 15 يوم كتعاود تجدد هذه العمليه باش ما يجيبليش كيتلصق عاود ان شاء الله مرحبا المهم تدبري لي على الطريقه الصح مرحبا يلا بكل فرح ودابا دوزي لي خديجه ها يلا معك خديجه مرحبا الله يبارك فيك الو السلام عليكم وعليكم السلام خديجه لاباس لا لا الله يبارك فيك الله يطول عمرك الله يسلمك لاله الله يعطيك الصحه عندي واحد تويب في الاولى بغيت للصيف في الكوغاي بغيت نعرف شنو الخياطات اللي كيجيو مع لولا وشنو اللون اللي نقدر نخيط به الكوغاي لولا في الكوغاي وي الالوان اللي كتجي مع الكوغاي واللي دارجه دابا هي واحد الفيغ واحد القصبي هو اللي كيمشي معاه قصبي هو قصبي واحد اللون كيقولوا ليه الفيغ اها يجي مع الكوغاي يجي مع الكوغاي الفيغ ازور واحد الفيغ قصبي شويه غامق على الكلير هو اللي كيمشي مع الكوغاي وهما هاد الزوج الالوان اللي دارجين على الموضه بزاف هاد العام هو الثاني اللون الثاني اللي عطاك ولا اللون ديالو يا اما تديري فيه واحد شويه ديال هاد اللوين اللي قلت لك اولا ديريه باللون ديالو اللون في اللون دابا اللي تجي مع الخياطات ديال هاد الصيف وصافي اييه شوفي انت باش بغيتي تخيطيه واش بالنص الدائري ولا بالبرشمان ولا بالراندا ولا باش ما بغيتي لان الثوب هذا لولا راه قابل لاي خياطه درتيها فيه كيجي فيه الطرز نقدر ندير ليه الطرز الرباطي شي طريزات خفيفين اه واحد الطريزه رقيقه تقدري ديريها في الكتيف ولا في القبيب ولا علاش لا لا كان شهوتك في الطرز علاش لا واللون في اللون واش كتقصدي يعني مثلا دابا الكوغاي ناخذ شي لوين بارد ولا ناخذ لونه هو اللون في اللون الكوغاي لا دائما اللون في اللون اي الا بغيتي تخدمي الحاجه تاخديها في لونها اوكي ولا خطا الا بغيتي مثلا لا بغيتي تميلونجي غادي ديري اما المغلوق ديالو ولا المفتوح ديالو ولكن دائما اللون ديالو كيكون داخل في الخياطه ضروري ميرسي مرحبا بلاله زهراء الله يطول عمرك مشكوره وتحياتنا لك نمشي ناخذ معايا اتصال اخر معنا خديجه من اكادير مرحبا بك لاله خديجه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم لاباس عليك الحمد لله لاله الله يطول عمرك اللهم لك الحمد كده لاله خديجه لاباس عليها لاباس الله يبارك فيك شكرا لاباس اختي بغيت نهضر معاك مرحبا تفضلي عندي جوج سوايع عندي واحد في المليفه مليفه فخضر ما عرفتش باش نخيطها وعندي واحده اخرى هذاك تجي الخفيف تا هو ما عرفتش باش نخيطها لاطق الخيل عندك توريني تقول لي كيفاش واخا المليفه اللي عندك اللون ديالها اش من لون عندك المليفه خضر اللون مليفه خضراء يعني المليفه كتواتى بزاف مع البرشمان البرشمان مع البرشمان كتجي هماويه كتجي هماويه بالبرشمان كتجي هماويه وبالنسبه للثوب الثاني اللي عندها شنو هو الثوب الثاني اللي عندك خديجه عندي داك الجين الخفيف الجين اللون ديال الجين كيفاش داير هذاك الزرق الخفيف هو الزرق الغامق داك الجين مغسول كنقولوا الجين دي لافي هذاك الجين بغيتي ديريه جليلبه فتخيطي جليلبه تخيطي جليلبه وكنفضل انك تدخلي فيه اللون الاحمر اللون ديالو والاحمر باش ما خيطتيه ديري فيه واحد شويه ديال اللون الاحمر فغادي يعطي واحد النتيجه مزيانه وغادي يعجبك الجين كيجي زوين بزاف كيجي زوين مواتي مع دابا حتى الا بغيت تلبس شي جين دير معاه شي حاجه حمراء بالنسبه انا تنقول بالنسبه للقفاطر بالجلال بغيت نورطك شويه معنا واحد رساله سيوسلات كتقول السلام لاله سكينه ولا دوغابل لاله خديجه عفاك عندي سكشيطه في المبرا موف مغلوق ولتحت بالبروكار في الفيولي والسقلي مفتوح بغيت نطرز الفوق كيف نطرزو اش من لون اللي غادي ندير الخياطه ديال القفطان وشكرا فتيحه من مراكش اتمنى لكم التوفيق وعواشر مبروكه شكرا لك لاله فتيحه عندها البروكار في السقلي عندها البروكار في السقلي وفي في الموف في الموف وعندها حتى الفوق مبرى بالموف بغات ترزو غادي ترزو بالالوان ديال القفطان التحتاني وغتدخل فيه السقلي اللي كاين في القفطان ديال في البروكار نعم وبالنسبه للخياطه بالنسبه للخياطه دير له صفيفه
يعني الا كانت تبغى ترزو باش ما كنبسد باش ما كيجي زوين. الا كانت تبغى ترزو ما كاينلاش بقى تشارجيه بزاف الخياطه دير له الشفه باش يبان لها الطرز. لان اي حاجه بغينا نبينوها كنركزوا عليها هي، بغينا نبينوا الطرز كنديروا الطرز، بغينا نديروا غير الشفه كنيفيتيو هذاك الطرز، بغينا نديروا بيرلاج كنصغروا شويه الشفه وما كنديروش الطرز بزاف. حاجه اللي عجبتنا بغينا نبينوها في اللبسه اولا في القفطان ديالنا كنديروها هي فهي هي اللي باينه بزاف، يعني الحاجه اللي بغينا نعطيوها القيمه اكثر هي اللي كنبينوا في القفطان ديالنا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لاله خديجه. غادي نرجعوا ليكم نتكلموا على البيرلاج اليوم، غنتكلموا على التنبات بطبيعه الحال مقام هذا الاختيار القصير. رجعنا لكم او فيها الكرام بعد ما سمعنا الحاتم عمور راه باينة موصي معكم دائما الى حدود الواحده والحده مباشره. غادي ننتج لاله خديجه الحجوجي مصممه ازياء وفقره موضه، اليوم غنتكلموا على البيرلاج. لاله خديجه بطبيعة الحال الأزياء كلها اللي كنتي حاضرة بها السنة في قفطان 2013 تميزات بالبيرلاج وباختيار الألوان بواحد طريقة معينة. نقدم يقفتنا تبارك الله هذيك شي غزيول. غادي نمشي للبيرلاج، شي حاجة اللي ظهرت في هاد السنين الأخرى ولو نسى بزاف كيركزوا عليها بالنسبة للعيالات بزاف، ولو كيشوفوا باللي القفطان هو اللي كيخصو يكون هماوي وفيه شي حاجة ديك اكسيبسيونيل، يعني ما بقيناش كنركزوا على الذهب والجوهر وشنو لابسه في عنقها وشنو دايره كوم اكسسوار بقدر ما كيفاش مطرزه وكيفاش محطوطه هذاك القفطان او التكشيطه. بالنسبه للبيرلاج، البيرلاج غنهضر عليه عموما في هاد الاعوام الاخيره. البيرلاج ظهر في جميع الملابس، ظهر في البريت ابورتي، ظهر في الحقائب، ظهر في لي اكسسوار، في الاحذيه وفي كل شيء. يعني ولات عنده واحد، يعني ولا مشهور بواحد الدرجه كبيره. ولكن ما اننا حنا عندنا الموضوع اليوم ديال القفطان غنقتصروا بالكلام على البيرلاج في القفطان. فالبيرلاج في القفطان ملي كنقولوا بيرلاج اولا كنقولوا الترصيع، فهي كلمه كتير الانتباه. ملي كتقولي انا مثلا انا غادي نلبس واحد القفطان مرصع، الناس كينتبهوا كيشوفوا باش مرصع. مرصع صافي دي غرا شي حاجه راقيه، شي حاجه فخامه، شي حاجه انتي. فهو البيرلاج كيزيد فخامه وكيزيد الرقي في الملابس. نعم. بالنسبه للقفطان المغربي، بما اننا حنا كنحافظوا على القفطان باش يبقى كاين، فبدينا كندخلوا هاد الاعوام الاخيره البيرلاج في القفطان. نعم. من تنقولوا البيرلاج في القفطان، بزاف ديال الناس كيمشيو فقط لانه كتكون مرصعه جهه تصفيفه، مرصعه بطبيعه الحال بحجر اللي واضح الكريستال ولا شي حاجه. ما كنشوفوش باللي ممكن تو بيكون سامبل وكيترصع باحجار كريمه، كيترصع يعني بالجوهر. كاين اشكال كثيره البيرلاج. ولا دابا ني الدارج على الموضه في القفاطن نقدروا ما ندخلوش لخدمه المعلم. كنديروا واحد الرشمه كلها كتجي مرصعه، كلها كتجي مرصعه كتعطي واحد القيمه للقفطان. ولكن هذا مع السفيفه بيان سور، مع السفيفه والعقد اللي دائما ما كنقدروش نتخلاو عليهم، اللي كيبينوا ان القفطان راه قفطان مغربي، ومع لاكوب اللي كتبين ان راه القفطان كاين. يعني كيفاش نستغناو على السفيفه وعلى العقد؟ لا ممكن ماشي نديرو البيرلاج غادي نلقيو هذاك الشيء وننزلو بالبيرلاج. نقدروا نستغناو على خدمات المعلم، نقدروا نستغناو على الطرز، ولكن ما قدروش نستغناو على العقاد او السفيفه اللي كتبين ان هاد القطعه هذه راه قفطان. نعم. انا كنشوف هنا في التصميمات ديالك لاله خديجه كاين البيرلاج، كاين الحفاظ على السفيفه، الحفاظ على العقيدات. العقيدات مرصعين، انا كنشوف هنا العقيدات ياك ولا عينيا وما كنشوف العقيدات مرصعين، يعني كتقدر تدخل هاد اللمسات بهذا الشكل هذا. يعني نقدروا نرصعوا العقيدات، جناب السفيفه، ثوب كتوب. اييه. نقدروا قفطان. واحد السيده بغات دير واحد القفطان، بغات قالت لك عافاك بغيت ندير واحد البيرلاج، ولكن ما يكونش بزاف الحويجه. انت كتحاولي تدخلي له واحد اللمسه، يا اما قلتي اما في العقاد، يا اما ما بين السيفه والسيفه كندوز واحد لابوند رقيقه ديال واحد الخط كيكون كيبري ديال الكريستال، يا اما كنديروا لها واحد لوغي وريضه ولا شي حاجه في واحد الجنيب ديال القفطان. المهم داك القفطان ما كيبقاش هكاك خاوي كتبغي فيه. دابا اي زبونه كتجي الا وكت
كنطلب البيغلاج. يعني هو اللي دارج على الموضة، هو اللي عليه التركيز بزاف، هو اللي دارج على الموضة. هو كيخص يتعرف كيفاش يتحط في القفطان، هو خصو يتعرف كيفاش يتحط في القفطان. ورجعنا حنا مثلا عندي من بعد القفاطن انا مصوباهم بالطريقه القديمه، بالخياطه القديمه، بحال الكوزه، بحال الدولار، بحال الدبانه، وكان نرصعهم. نعم، اللي كترسع عاود راه كتبانش حاجه. ولا لا خديجه ما كترسعش فقط غير بالكريستال، كنشوف حتى الاحجار الكريمه، كتستعمل حتى الاحجار الكريمه، يعني على حسب القدره بطبيعه الحال ديال الفرن، ونتي على حسب اللبسه كيفاش كتشوفيها. وبالنسبه لي انا القفطان واحد تحفه، بالنسبه لي تحفه، وما كيهمنيش الثمن ديالو شحال غيتقام هذاك القفطان، وما تيهمنيش واش غنربح او لا ما غنربحش، قد اللي كيهمني انا ذاك القفطان يكون قدامي واحد تحفه اللي غادي تعطي، اللي غادي تبين القفطان، وغادي الناس كلهم يلتفتوا لهذاك القفطان ويعجبهم. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك لاله خديجة. وأكيد أننا دائما سعداء بحضورك معنا، وبعد المعلومات اللي كانت قاسمها مع بعضنا. واليوم وضحنا الأوفياء بلي البيغلاج هو درجة صناعة الموضة، بطبيعة الحال كيزيد من فخامة الثوب ومن جمالية الثوب، فما نترددوش أننا بطبيعة الحال نجرؤوا على البيغلاج، خصنا نعرفوا كيفاش غادي نحطوه في اللبسة ديالنا باش ما يجيش عاود كثير. خذك شي حسني ما يزيدش على حدو، مقلب إلى الضيف بطبيعة الحال. نبقى مع فاصل إعلاني قصير ونرجع لكم أوفيانا الكرام وفقرة الديكور، بقى معنا شوفي. رجعنا لكم أوفيانا الكرام، واستمعكم دائما على الإذاعة القريبة منكم غاديو، كنشكركم على وفائكم الدائم والمستمر لنا. وغادي نتجه مباشرة لآخر فقرة معنا اليوم، فقرة الديكور. كيف ما قلنا اليوم غنتكلموا على كيفاش نقدروا نهتموا بالأشياء المنسية في الحمام ديالنا. إذا الحمام شي حاجة اللي بطبيعة الحال عندها خصوصية في البيت ديالنا، كيخصها ترتب بشكل مثالي، بطبيعة الحال فضاء اللي كيخص يكون فيه واحد أولا كتنعكس علينا واحد الراحة فيه، من حيث الالوان، من حيث الاكسسوارات، من حيث الشكل، بحيث انه يعني يمكن نعتبروه من الفضاءات الخاصه في البيت ديالنا، واللي كيخص يكون فيها نفسنا كما تنقولوا. هادشي علاش بطبيعه الحال مجموعه من السيدات ما كيهتموش بالتفاصيل البسيطه اللي ممكن انها تخلي هاد الحمام تيبان شويه فوضى وشويه فوضوي. اذا اول حاجه هو انه السيدات يعني ادواتهم الشخصيه من سيشوار، مثبتات الشعر، لاجل، كاع داكشي اللي كنحتاجوه في الحمام ديالنا، فما فيها باس انهم ملي كنكونوا دايرين بطبيعه الحال واحد المكان مخصص سناخذوا دي اكسسوار، يعني بطبيعه الحال دي كوفخيس يكونوا هكذا صغيورينهم ديكورين بشكل زويون وكيستحملوا الرطوبه، كنوضعوا فيهم هذا الشيء ما نخليوش مزرع. تنقدروا نديروا بعض الاكسسوارات اللي كتكون لاصقه في الحيط، مثلا فاش نوضعوا السيشوار ديالنا، فاش نوضعوا بعض الاكسسوارات باش كيبقى الفضاء ملموم، وخاصة إلا كان صغير. أيضا كنبغي نركز على واحد المسألة مهمة، الأكسسوارات في الحمام باش ما كانت صغيرة باش ما كتجي راقية. يعني كاين بعض السيدات اللي كدير مثلا الأكسسوار فاش غتعلق فوطة كبير بزاف، لا بالعكس، باش ما درتي الأكسسوارات صغار باش ما كتحافظي على الجمالية ديال الفضاء ديال الحمام ديالك. طبعا حاكم بقاو في ثلاثة ديال لي كولور ستاندار الحمام كيف ما كانت الألوان اللي فيه، سواء في الزليج أولا في الأرضية، فتيبقى جونتي ودوري والبيض، هادو ثلاثة ديال الألوان ستوندار اللي كنستعملو في الأكسسوارات. كاين تركيز بزاف على الذهبي والفضي، عندهم لما يضيفه من فخامة للحمام ديالنا بطبيعة الحال. غير هو نركزو دائما على الأكسسوارات الصغيرة وأقل ما يمكن أننا نديروه، يعني كنشوفو الفضاء ديالنا كنقسموه بعينينا وتنشوفو شنو هو اللي غادي نستافدو منه. الحاجة اللي غير زايدة ما عندنا علاش نزيدو نضيفوها في الحمام ديالنا. أيضا كنصحو السيدات مادام هاد السنة كاين تركيز بزاف في الحمامات على بشكل بلدي، يعني كاين تركيز بزاف الحمام كتلقاه هاد فهاد السنوات يعني مخدوم بتدلاكت مبني ماشي بداك الشكل، يعني بداك الشكل البلدي القديم، جميل جدا. كنستحضروا هنا بعض الاكسسوارات التقليديه من قبيل سليلات ديال الدوم، من قبيل بطبيعه الحال النحاس. طيب النحاس معنا لالا خديجه متخصصه في كل ما يهم النساء، افكار رائعه جدا بطبيعه الحال. انا كنستحضر بزاف النحاس في الحمام لانه تعطي واحد اللمسه خاصه وخلاص. يعني نسى بكري كانت ستيلات ديال المراه اللي ما عندهاش ستيلات ديال النحاس، والطاسه ديال النحاس راه ما عندهاش الوليد الحمام. اليوم للاسف ولينا البلاستيك، ولكن بطبيعه الحال ما نساوش باللي النحاس راه عنده واحد القيمه خاصه. الوليد النحاس لا طيبنا فيهم فهم افيد ثابته صحيا، ولا استحمينا في انيه ديال النحاس فهي كتكون بطبيعه الحال مفيده لنا، لانه كتعقم الماء اللي كان
كنعوموا به، دليل على انه نحس عنده اهميته. الناس بكري كانوا كيركزوا عليه بزاف، يعني ما كتدخلش للدار عند المراه ما تبقاش عندها ستيلا وسمشو النحاس. اذا للاسف هادشي حنا شويه ضيعناه، ولكن فرصه باش نرجعوه في حماماتنا، نوضعوا هاد الازياء هكذا، هاد الازياء صيحات حتى هي، نوضعوا هاد الاكسسوارات بهذا الشكل هذا اللي عندها خصوصيه تقليديه وبلديه واللي كتعطي واحد الرقي رائع للحمام. ربما بزاف ديال السيدات كيقول لك والحمام واحد الفضاء اللي كنستعملوه جميع، اجمل ما يمكن انك بطبيعه الحال تعطيه الاهتمام ديالك هو الحمام ديالك. الوقيته فاش كتدخلي كتحسي بواحد الراحه نفسيه، الانسان كيستحم كي يمكن كيقضي واحد الوقت في الحمام ديالو، كيخصو يكون بطبيعه الحال مهيئ باش يحيد داك الستريس ديال النهار كامل، وبشكيه اللي كيريح العين. وحنا عينينا اليوم كتريح وسط الحاجه التقليديه. الملاحظ انه عدد كبير من الناس بطبيعه الحال المهتمين بالديكور كيركزوا على ما هو تقليدي، لانه حنا في الطبيعه ديالنا كنرتاحوا وسط ما هو تقليدي، كنرتاحوا وسط التراب، كنرتاحوا وسط بطبيعه الحال وسط البنات التقليدي. وخير دليل على ذلك انا ولا مشينا مثلا غير للباديه وشميتي داك الريحه ديال التراب ديال الحجر في الحيط، اولا كان داك التواصل مع التراب، كتحس بداك داك الراحه النفسيه، وبالتالي ما ادراك انه تكون محافظ على هذا الشكل التقليدي في الحمام ديالك وفي البيت ديالك، فاكيد انه غيكون بطبيعه الحال بشكل رائع وبشكل راقي. كنتمنى ان نصايح اليوم تكون نالت اعجابكم. كنشكر بزاف لاله خديجه. المهم الاسبوع الجاي انا ما غنوجد والو، لاله خديجه غدير لنا الديكور الموضه والبريكولاج وكل شيء. مرحبا، مشكوره لاله خديجه الحجوجي مصممه ازياء على كل المعلومات وعلى هذا الروح اللي كتخلقي معنا في الحلقه. مرحبا بك، مشرفانا ومنورانا لاله خديك. وبطبيعه الحال انت ما بقيتيش ضيفه، فموعدنا بك يتجدد ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. لاله خديك انت من اهل الدار، اهلا وسهلا. وشكرا سكينه، وعاود كنقول للناس شهر مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وبالعافية. آمين يا رب، وتحياتي لك لاله خديك.